السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جديد. اليوم نتقابلوا في الابيزود 2 من السيري متاعنا جيمينج نيوز. بالنسبة للاخبار متاع اليوم عنا اخبار مهمة برشا سيرتو للفانز متاع كول اوف ديوتي، سو نتقابلوا من بعد الان. يوبيسوفت اعلنت عن جيم بلاي جديد للعبة توم كلانسيز ذا ديفيجن. جيم بلاي هذية ركز على الممرات الارضية والانفاق وشبكات الصرف الصحي اللي باش يكون عندها دور مهم برشا في الجيم بلاي الاوبن وورلد متاع اللعبة. نفكر اللي لعبة ذا ديفيجن باش تخرج على البلاي ستيشن 4 الاكس بوكس 1 والبي سي في مارس 2016. اعلنت اكتيفيجن عن ماب جديدة المود زومبي في كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3. الماب هذه باش يكون اسمها ذا جاينت، وهي ريميك الماب ذا فيموس ماب ديريز. الماب هذه باش تكون ديسپونيبل للجماعة اللي يشريو سبيشال اديشن من كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3 والا اللي يشريو السيزون باس. نكملوا مع اخبار كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3 اللي تسربت قبل بعشر ايام من صدورها، ونجموا يقاو 12 ماب في المود ملتي بلاير متاع اللعبه اسمهم اكواريوم، بريتش، كومباين، ايفاك، اكزودوس، فرينش، هيفوك، هانتد، انفكشن، مترو، ريد وود، اند سترونج هولد. نفكر ان الماب رقم 13 باش تكون نيوك تاون اللي عملوا لها ريميك في بلاك اوبس 3 ورينا جيم بلاي صغير عليها. كان تحبوا اكثر ديتاي على الماب هذية حطوا لي كومنتير ولايك، وان شاء الله نعمل لكم فيديو ديتاي على نيوك تاون هذية. ونفكر اللي نيوك تاون ما تنجم تاخوها الا ما تعمل بري اوردر للعبة قبل ما تخرج الهيلو 5 بشوية ايام. خذت مايكروسوفت ضربة موجعة بعد ما استقال اريك نيوستيتر المسؤول عن الاكس بوكس لايف واللي خدم في شركة مايكروسوفت 19 عام تقريبا واكثر من 14 عام ونص في مجال الاكس بوكس لايف، واللي ساهم بنسبة كبيرة باش ولات الاكس بوكس لايف كما نعرفوها احنا تو واحدة من اهم شبكات الاونلاين جيمز في العالم. خبر غريب برشا يجينا من شركة نيسان اللي قررت باش تدعم لعبة برو ايفولوشن سوكر 2016 بتركيب بلاي ستيشن 4 في كرهبة متاعها نيسان كاشكاي. سو الحكايه هذه تمكننا باش نلعبوا البرو ايفولوشن سوكر بالكهرباء، فولون بهاد فيتيس بيدالات تلعب برو. حكايه ما تفهمش وانا تو ما دخلتش مخي. واي تيمو حط ذا كرو، درايف كلوب، جران توريزمو، حاجه متاع كريها مش برو. وهي برت الحكايه هذه اللي هي قالت مدام سبونسور متاع الاتحاد الاوروبي نتاع دونك الاتحاد الاوروبي نتاع الكره والشامبيونز ليغ. سو هذاك علاش حاجه غريبه مي كومين. الابيزود 2 من الجيمنج نيوز وفات. كان عجبتك حط لايك، كان ما عجبتكش حط ديسلايك. اعطيني رايك في الكومنتير اللوطا وحط لي زادا كان عندك اي ايدي نجم نضيفها للسيريه هذه ولا اي ايدي نعملها في فيديو اخر. كان معكم احمد كابو